أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من هاي سبيد، هذه المرة من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. صحيح أنه جيب أطلعت سيارات صغيرة الحجم مؤخراً مثل باتريوت والكومباس، ولكن الانتظار الكبير كان بالسيارة يلي بتعرف الجيب كيف تبنيها، وكان إلى معها تاريخ طويل من الإنجازات على عكس الكومباس يلي بتعترف الجيب أنه مش شغلتها تبني سيارات صغيرة الحجم لا تتلائم وصورتها العالمية. فور لو جايز، نحن طالعين على هالطريق كله أكيد أوف رودينج، أكيد عم تيجي الغبرة على اللينز، رح ننظفكم إياها بعض لحظات. أعزائي المشاهدين، هلا نازلين بهالستيب هيل مع الجراند شيروكي، شي بيخوف بس انظروا لها من الخارج. هيل ديسنت كنترول، فيت اوف بريكس. ما عم بقدر اقرب كثير على الكاميرا لانه السيت بيلت عم بشدني لورا، لانه السياره بانجل معين بتخليكم سيت بيلت لورا اكيد مشان السيفتي. كيف يعمل نظام الهيل ديسنت كنترول؟ بكل بساطه، النظام الالكتروني بالسياره يستشعر انزلاق الاطارات تحت تاثير درجه الانحدار ان كانت على طرقات رمليه او صخريه، فتتدخل الفرامل اوتوماتيكيا لتمنع كل اطار على حده من الانزلاق او تو بي بلوك، وهالشي بيسمح للسيارة بمتابعة سيرها بسرعة بطيئة جدا مع إبقاء قدرة السائق على الالتفاف يمنة أو يسارا. بالفعل مشاهدينا، شيء عن جد بيدوخ التكنولوجيا اللي توصلت لها شركة جيب. أكيد مش أول هيل ديسنت كنترول بجهاز سيارة دفع رباعية، ولكن تتمكنوا أو تاخذوا فكرة واضحة عن قديش طور هذا النظام. رح تنزلوا بهيك نزلة رح تشوفوها من جوا ومن برا، وأكيد انت رح تأكدوا بنفسك. منذ طرح جيب جراند شيروكي لأول مرة عام 1992، تم بيع أكثر من 4,300,000 سيارة جراند شيروكي بجميع أنحاء العالم، وقد أحدثت هذه السيارة ثورة بسوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUVs، وحصدت العديد من الجوائز العالمية. جيب يلي بتعتمد على ما يقارب 70 سنة من التراث الأسطوري، تباع بأكثر من 100 دولة بالعالم. مش حيلا سيارة بتشوفوها وبقولوا عنها إنها 4x4 بتقدر تعمل هالعمل. شوفوا هالغبرة، وقت بتشوفوا سيارة عليها هالقدر من الغبرة بتعرفوا إنها تريل ريتد، مثل هالباج الموجود على سيارة الجيب جراند شيروكي.